اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب في اتم صحه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين تربيه الطيور صعبه جدا جدا في الايام اللي احنا فيها دي. زي ما انتم شايفين شويه علف، بصوا طبعا ده كيلو علف بادي زي ما انتم شايفين اهو، ده يا جماعه ب 18 جنيه، بصوا كيلو يا دوبك اهون. والعلف اللي هو الدشاه الصفراء زي ما انتم شايفين كده ب 12 جنيه، يعني شوية علف 2 كيلو علف يعتبر ب 25 جنيه. بس بصراحة تربية الطيور طبعا زي ما انتم عارفين لازم نربي طيور عشان ولادنا طبعا. فبصراحة ايام ربنا يا رب يعديها على خير بصراحة والله العظيم. بصوا يا جماعة اهو يا دوبك ده كيلو وده كيلو اهو اهو، ده كيلو وده كيلو، دول كده ب 25 جنيه يا جماعه. بصوا وبشكركم دعمكم ليا، ربنا يا رب يجازيكم خير، اللهم امين يا رب. وتسلموا لي يا احلى واجدع اخوات في الدنيا بحالها، شاكره جدا 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 جدا. السلام عليكم.